الأولى شريف عبد الكاظم ينقذ الصقور من فخ التعادل أمام الكرخ في الدقائق الأخيرة. شوف شريف عبد الكاظم يعني مبروك 3 نقاط الجوية وقربته أكثر، عنده لعبة مؤجلة يعني لو يفوز بها يصير متصدر. شوف هذا شريف عبد الكاظم أعتقد الإصابة وبعض الأحيان ما ياخذ فرصته الكاملة في اللعب، من أفضل اللاعبين، لاعب متميز، قد يكون بعض الأحيان أنت ما يكون علي جاسم موجود وهو موجود، من يلعب علي جاسم وعلي جاسم ينضغط يعني انه شلون يلعب تلعب معاه المانتومانا وتحيد بعض الاحيان خطورته، يخرج لك لاعب ثاني يكون لاعب عندك على الاقل عندك 2 لاعبين 2 او 3 لاعبين هم يكونوا مؤثرين. ما اذا عندك لاعب واحد راح يمسك خلص بعد انت ما عندك اي اسمه اي حل. وشاهدنا اليوم التكدس العددي الكرخ الجوي يمكن حاول الكرات الركنيه الاختراق من العمق كلها ما صارت، يعني ما شاهدنا فرص حقيقيه الا كره سعد عبد المير تسديده بعد الحارس بشكل رائع جدا. يعني يراد تدريبات، يراد امور، لازم تكون عندك نقول شلون اسلوب للتسجيل من طرق اخرى. انت هذه الطريقه انسد عندك، لازم عندك طريق اخر للتسجيل، الكرات الثابته اول شيء قريبه على الحارس، المجهود الفردي، الثرو باس، الاختراق من الجانب، يعني قاعد كله تنخلق عندك وتبقى انت في حرم امرك الا اللهم يلعب لك لاعب في تسديده من خارج الجزاء. ومثل ما صارت مع شريف 3 نقاط مهمه لازم هاي يحافظون عليها ويحافظون على الوضع اللي هم به، لان انت كنت فرق 12 نقطه 9 7 صرت فرق نقطتين، الان رجع الوضع يعني شطة عادل مباراتين مع النفط 3 مباريات لا تعادل مع النفط 1-1 وتعادل مع نوروز 4-4 يعني هاي الامور قاعد ترجع لك، لكن انت كيف تحافظ على هذا المجهود اللي قاعد يجيك. فاتمنى يكون حتى اللاعبين، يعني احنا دائما نتكلم مدرب مدرب مدرب، بعض الاحيان اللاعبين هم اللي يحسمون المباريات، حتى عندك بعض الاحيان لاعب او واحد او اثنين، حتى بعض الاحيان نتكلم احنا على النقطة يعني رئيسة جدا علي المحترفين، دائما نسال احنا محترفين وينهم؟ المحترفين لاعبين انت استخدمتهم تعاقدت معهم لازم يكونوا موجودين بالتشكيل، يعني شاهدنا يمكن غيث معروف الان مع الجوله مستويات جيده، الان الكولومبي واللاعب البوليفي لاعبين جيد، وينهم؟ نعرف شنو السبب؟ هل عدم استفاده من عندهم؟ هل اللاعب المحلي افضل من عندهم؟